شوفوا يا هذا هنا، شوفوا يا هذا من المهاجمين اللي يخلص على طول في المرمى ماجد بلمسة بلعبة رائعة طار وراه، لكن وين في المرمى ماجد ويسجل النصر الهدف الثاني. هذه عادة مرة أخرى قوية في زاوية بعيدة، يعني حتى الحارس لو يبغى يحاول صعبة صعبة صعبة. شوفوا في مستوى عالي جدا. اثنين النصر لا شيء الرفاع، اثنين النصر لا شيء الرفاع الشرقي. هذه عادة من عدة زوايا، هدف حلو